بدأنا في مركز إبداع قبة الغوري وزارة الثقافة. كان ساعتها الفنان فاروق حسني. وبدأنا لما توليت مركز إبداع قبة الغوري، هي عملت دراسة ولقيت هناك قاعة اسمها قاعة الخنقاء، وهي قاعة الصوفية. هم الحقيقة كانوا بيجيبوا الفرق الإنشاد في هذه القاعات وبيعملوا حفلات خاصة بهذا المعنى. أيضا وجدت الكتاب، وبالنسبة للكتاب هو يعني مهم جدا، لأنه تخرج منه من عباياته رموز الثقافة، يعني طه حسين والعقاد وأم كلثوم وعمر عبد الوهاب، وبالتالي كان لابد أن أنا أخذ برضو ده وأعمل امتداد لفكرة الكتاب مع قاعة الخنقاء. وبدأت في ورشة اسمها منشد الغوري، جبت مجموعة من المنشدين كمرحلة أولى. بدأنا نعمل فن السماع، وتكونت فرقة سماع للإنشاد الصوفي كمرحلة أولى. عملنا حفلات نجحت. المسألة بالنسبة لي مش التراث الإسلامي فقط، ولكنه التراث الإسلامي والتراث القبطي، لأنه في النهاية هو تراث واحد. ثم كونت مجموعة الثالثة اللي هي الترانيم الكنائسية التي تختلف عن التراتيل والألحان القبطية. ثم بدأت في اكتشاف مجموعة من الطلاب في الأزهر من إندونيسيا، أعجبت بهم جدا، انضموا لنا الفنان نور أخياري. الموضوع كبر، فبدأت أعمل مهرجان سماع، ورسالة السلام كبرى في مهرجان كل سنة الحمد لله بتعمل تحت رعاية وزارة الثقافة. الحقيقة بيقام في القاهرة وفي الأقاليم، بنها والقناطر الخيرية أيضا في شارع المعز وقبة الغوري وقلعة صلاح الدين وساحة الهناجر وغيره، فرق مختلفة الثقافات من الكنيسة من التراث الإسلامي. بنعمل أكبر كرنفال ديفري مهم جدا في شارع المعز، بدأ من بوابة الفتوح حتى منطقة الغورية، وبنعمل يوم كامل هناك. والحقيقة أطلقوا على هذا الكرنفال مليونية شارع المعز، وده بتبقى رسالة حقيقية لصورة مصر كل سنة بنرسلها إلى العالم، بتؤكد على إن عمق الثقافة وعمق الحضارة المصرية، وأيضا بتعرف العالم إن هي دي مصر. هو النبي هو في قلوبنا من هو الشافي هو في قلوبنا من إحنا أصبحنا زي ما قلت لك عندنا 27 أو أكتر طبعا بمعدل العشر سنين بتوع السماع، هتلاقي أكتر من 70 دولة منضمين لرسالة السلام، بمعنى أن كل اللي جه في مهرجان سماع هو أوريدي انضم لرسالة السلام. فإحنا أصبح لدينا منتخب، أول منتخب دولي لفن السماع على مستوى العالم من خلال مهرجان سماع. الصلاة والسلام والسلام عليه. الله
هو من أصعب الفنون الحقيقة، لأنه المسألة لا تعتمد على يعني صوت قوي أو صوت جميل، ولكن تعتمد على ما يسمى بالمقامات. كيف يمكن أنك أنت تستجيب وتستشعر هذه المقامات ويكون عندك يعني انطلاقة وتذهب من مقام إلى آخر، وعاوزة ثقافة كمان. فكرة الإنشاد مش مجرد زي ما قلت لك، دي عاوزة تدريبات مهمة جدا. والحمد لله الحقيقة في حاليا في اهتمام الحقيقة، يعني احنا من خلال مدرسة سماع للإنشاد، ودي احنا عملناها من 2008 من وزارة الثقافة. أنشأنا هذه المدرسة لأن المركز بتاع قبة روري بيعتمد على حاجتين، هو مركز أولا يعني دولي لفنون فن السماع على مستوى العالم، ثانيا هو معتمد على فنون ثقافات الشعوب. عايز اقول لك مدى سعادتي بهذه الاصوات، واحنا ان شاء الله يعني هرجع مشروع الحمد لله، يعني بدات دمشق تستعيد نفسها وثقافيا. احنا يعني حابب اعمل بقى ازاي نجيب هؤلاء المنشدين، هذا التراث العظيم ازاي نجيبه وناتي به. ولذلك انا اهتم بالمرحله القادمه بورشه ما بين مصر وسوريا في هذا المجال، لان احنا ايضا في قبه الغور بنعمل ورش فنيه عملناها مع كل الدول تقريبا، سواء العربيه او الاوروبيه في فن السماع. تستطيع أن تستمع من مصر إلى ألبانيا إلى أفريقيا. أفريقيا حاجة طبعا هنا كنز طبعا. وإحنا عملنا السنة اللي فاتت في سانت كاترين ورشة، وفي سماع ورشة عن أفريقيا في فن السماع، ودي أول ورشة لفن السماع. عاوز أقولك في اختلاف في الأداء، ولكن في النهاية بيتشبهوا في مسألة المضمون، طقوس السمو الرقي. احنا جبنا فرقة أمريكية مهمة جدا الحقيقة من دورات، وكان يعني دول كانوا من الزنوج الأمريكان بقى، اللي هم
في الكنيسه بقى تاثروا، لان عملت مزج ما بين هذه الترانيم وبين المقامات التراثيه الاسلاميه، بكوا. يعني هذه التدخلات اللي تمت في الاخر بكوا. بكوا ليه؟ بكوا لانه حسوا، وهم قالوها ان هم حسوا ان احنا عائله واحده في هذا المهرجان. انا عملت تركيبه الحقيقه في المانيا، هذه التركيبه عملناها في 4 كنائس. بيتهوفن عنده سيمفونيه التاسعه كتبها شيلر، بالذات الحركه الرابعه اللي بتعبر عن يعني ايمانه بعالم افضل تسامحا وسلاما. اخذت هذه الجزئيه تيمة مهمه جدا تعتبر نشير القومي للعالم، وربطتها بنور النبي، وربطتها بتراتيل قبطيه دخلنا، وربطها بترانيم كنائسيه. لما عملنا ده عاوز اقول لك ايه العظمه دي. هنا العظمه لله، ولكن انك انت كل هذه الثقافات وكل هذه الحضارات تتمازج وتنصهر وتتوحد، احنا قادرين نعمل ده. كان حلمي وطموحاتي وشايف سانت كاترين، شايف سينا، وشايف منطقة سانت كاترين من منطلق الأرض المقدسة، طريق الأنبياء. فتصورت كيف يمكن أن يتم توظيف هذا المكان بالجبال المقدسة، ولكن كيف أصل إلى طريق الأنبياء دون أن أبدأ من رسالة سلام مرورا بمهرجان سماع وصولا إلى ملتقى الأديان. Shut up.